الحياة عبر الهاتف المهندس يحيى كومي رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. أهلا وسهلا. طبعا نور حضرتك مشرفني ومنورني، وبهنيك كمان على المدير الفني الجديد للفريق. كيف تم الاختيار؟ الحمد لله ربنا يوفقنا بخير، حمد كابتن محمد إبراهيم وكابتن فني معاهم الدكتور عطية السيد وكابتن أحمد سمير فرج وسيد توفيق مدرب حراس المرمى وكل الجهاز طبعا الطبي والجهاز الإداري كله الحمد لله تم تشكيله من كابتن حمد، ونتمنى يعني التوفيق من ربنا إن شاء الله. نادي بيراميدز أصدر بيان منذ قليل قال إن هو بناء على التعاون بينه وبين النادي الإسماعيلي واحتراما للنادي الإسماعيلي وافق على رحيل كابتن حمد إبراهيم إلى النادي الإسماعيلي. كيف تمت المفاوضات مع النادي بيراميدز وأيضا مع كابتن حمد؟ بالأمانة يعني أنا كلمت المهندس ممدوح عيد، طبعا راجل محترم وراجل أصلا من إسماعيلاوي وراجل من إسماعيلية يعني، فإحنا بنشكره وبنقدم له شكر كبير وتحية كبيرة موافقته على ان احنا نتعاقد مع كابتن حمد لانه كان معاه في الجهاز الفني مع كابتن ايهاب جلال، والشكر الوفير برضه لكابتن ايهاب جلال ان وافق برضه ان هو يعني طبعا ده مدى حبه للنادي الاسماعيلي يعني، وكل دول خلي بالك كلهم كانوا بيلعبوا في النادي الاسماعيلي، والشكر برضه للكابتن اشرف خضر اللي هو اللي قبل مهمه صعبه خلال يومين يدرب وبعد كده سلم المسؤوليه لكابتن حمد ابراهيم، فيعني كل الناس كلها متفانيه، وبالتالي بنقدم له الشكر لخدمه النادي الاسماعيلي، ده روح جميله ونسعى من ربنا ان ربنا يوفقنا بقى ان شاء الله باذن الله تعالى، باذن الله يوفقنا ان شاء الله. طيب يا فندم، ليه تم اختيار الكابتن حمد ابراهيم لتولي هذه المهمه في ظروف صعبه للاسماعيلي في جدول ترتيب الدوري الممتاز؟ اشمعنى الكابتن حمد ابراهيم؟ والله هو ليه دور كبير قوي في الفتره اللي فاتت لما كان مع الكابتن ايهاب جلال وهو كان معاه، فبالتالي هو عارف اللعيبه وعارف فين مفاتيح ازاي يكسب بيهم هذه اللعيبه، بالاضافه طبعا للعيبه اللي احنا جبناهم اللي هي الترعيمات اللي تمت في الشتاء، فهيستغل كل ده ان شاء الله لتحسين، فاحنا عندنا ثقه كبيره جدا ان هو يا ربنا يوفقه ويقود النادي الاسماعيلي للفوز ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب المدرب السابق للاسماعيلي كان اختار عدد من اللاعبين وحضرتك ضمتهم في يناير، وقلنا الاسماعيلي بقى عنده تدعيمات رائعه، مش قلقان ان الكابتن حمد ابراهيم لما يجي ما يكونش مقتنع باللاعبين او بامكانياتهم؟ لا 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 ابدا ابدا بالمره. احنا ما اولا كابتن حمد بقول لك عارف اللعيبه كويس، عارف النادي كويس ولاعب في النادي وعارف اللعيبه وعارف الظروف اللي احنا بنعاني منها، فان شاء الله يكون هو دعم لينا ودعم للنادي الاسماعيلي وان شاء الله ربنا يوفقه يعني ان شاء الله. طيب في الجهاز الفني اللي قدامي ده مش شايف مدير كوره، هل مش هيبقى في مدير كوره في الجهاز الفني الجديد؟ لا ما فيش مدير كوره، هو كابتن حمد ابراهيم هو بيقول انا بحب انا مسؤول عن الكوره وعن مسؤول عن اللعيبه ومشاكلهم وكل الكلام ده، فبالتالي يعني ما فيش مدير كوره للاسف يعني. هل حضرتك قعدت فعلا مع حسني عبد ربه وكنت بتقنعه انه يبقى موجود في الجهاز الفني الجديد؟ والله فعلا حصل، والراجل الحقيقه كان كابتن حسني مشكورا يعني الحقيقه يعني عرض ان هو يبقى موجود في الجهاز الفني. عظيم. بس يعني طبعا كان ما فيش مكان لمدير كوره او جهاز كوره، فبالتالي احنا ان شاء الله كابتن حسني هيبقى معانا في اللجنه الفنيه ان شاء الله باذن الله تعالى، ويبقى برضه مشرفه اللجنه الفنيه هتبقى مشرفه على اللي هي ما تبقى مشرفه على الكوره في الفريق الاول والناشئين قطاع الناشئين في النادي الاسماعيلي. يعني ان شاء الله يعني هيبقى موجود معانا، ونتمنى برضه ان هو يقبل هذه المهمه ويبقى يعني في الاخر يوفقنا ربنا باذن الله تعالى. طيب باشمهندس يحيى، عايزك تقول حاجه لجماهير الاسماعيلي اللي اكيد زي الجميع كل اللي بيعشق الاسماعيلي كل الناس اللي بتحب كره الاسماعيلي قلقان على وضع الاسماعيلي في جدول ترتيب الدوري حاليا، تقول لهم ايه طمنهم؟ والله احنا يعني بنعملهم الصبر، معلش انا عارف ان كنتوا عانيتوا كتير في المرحله اللي فاتت، ويعني من النادي متاخر للاسف قبل الاخير، لكن ده ظروف والله غصب عننا، احنا جينا لقينا الفريق بالشكل ده ده للاسف الشديد يعني، فاحنا ان شاء الله بنعهد يعني بنعهدكم ربنا يوفقنا يعني ان شاء الله، احنا عملنا كل شيء، جبنا تدعيمات يعني تقريبا 11 لعيب جداد، وجبنا جهاز فني كان الاخوان براون اللي هو الارجنتيني لكن ما كانش لنا موفقين فيه، فيعني ده بقى من عند ربنا، فكابتن حمد ابراهيم ان شاء الله يعوض ويبقى حاجه جميله، ونامل الجماهير تصبر معانا وتصبر عليه لغايه اما ربنا يوفقنا ان شاء الله ونطلع من الكبوه اللي احنا فيها.
طيب. والاعلام برضه بنوجه له شكر وتحيه انه يقف جنبنا ويبقى طبعا. كله والله مساند وكله يقول كلمه طيبه عشان الاسماعيلي يطلع من كابوس. لا ما فيش حد يا باشمهندس ما بيحبش الاسماعيلي وكره الاسماعيلي وتاريخ الاسماعيلي، يعني الجميع يتفق على الاسماعيلي دائما. الحمد لله، ده شيء نعمه من عند ربنا، وبنشكر برضه الناس في الاعلام انها واقفه معانا الحقيقه، وكل القنوات بتسعد دي بالحاجات الايجابيه ان شاء الله للنادي الاسماعيلي عشان يطلع من كابوت ان شاء الله. ان شاء وبرضه الشكر الوفير الحقيقه لمعالي وزير الشباب والرياضه، احنا تابعنا معاه الفتره اللي فاتت، وراجل مشكور قدم برضه الدعم للنادي الاسماعيلي ايضا بكل مراحله يعني، فاحنا بنتمنى التوفيق لنا يعني وتوفيق النادي، ونشكر كل الناس اللي الدكتور عبد المنعم عماره وفي وزير الشباب محافظ الاسماعيليه، يعني الناس مجهودات كلها لو تشوف فندم حضرتك ان تلاقي كل الناس بتدعم النادي الاسماعيلي، وده شيء بنعتز بيه، فاحنا بنشكر الناس كلها انها تبقى معانا ومنتفه حوالين النادي الاسماعيلي ان شاء الله. بالتوفيق باشمهندس يحيى كومي رئيس مجلس اداره النادي الاسماعيلي، بالتوفيق فيما هو قادم ان شاء الله. زي ما قلت لكم ما حدش يحب الاسماعيلي يبقى في وضع مش كويس. طبعا هي في النهايه منافسه، واللي يكسب واللي يخسر، بس بطابع الحنين الى الماضي انه الاسماعيلي وكورته الحلوه واسمائه التاريخيه مستغربين وضعه الحالي، لكن في الاول والاخر هي منافسه، وكل الدعم لكل الفرق اللي في الدوري اللي بتنافس بشرف وبتلعب كوره بشرف وبتقدم بتعمل مجهود بشرف. بس زي ما قلت لكم هو حنين للماضي، بس النجوم واسماء كبيره على مر التاريخ للنادي الاسماعيلي وجماهيريه عظيمه جدا للنادي الاسماعيلي، نحترمها ونقدرها وندعمها في كل الاوقات ان شاء الله. كل التوفيق للاسماعيلي في اللي جاي مع مدير فني محترم جدا، كابتن حمد ابراهيم، مدير فني محترم جدا، اسم كبير واسم رائع، يعرفوا اللاعبين بشكل كويس جدا وعارفين قد ايه له دور مهم جدا في كل الاجهزه الفنيه اللي اشتغل فيها الكابتن ايهاب جلال كمدير فني، وكان هو دايما المدرب العام معاه، كان بيبقى ليه دور مؤثر جدا جدا جدا. انا اعتقد انه غالبا ان شاء الله هينجح مع الاسماعيلي.